نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. لمبادرة أهل الشام، لبى الشباب السوري بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية النداء. للمساهمة ملعب الفيحاء يوميا من الساعة 2 حتى 6 مساء حتى يوم الثلاثاء. محاولة لإحباط مهمة عنان، المجموعات الإرهابية المسلحة تغتال ضابطا في حماة وشرطيا في حلب ومواطنا في إدلب. لافروف وزراء الخارجية مجموعة الثمانية أكدوا ترحيبهم بوقف إطلاق النار في سوريا، والصين تأمل انعكاس ذلك على السلام والاستقرار في المنطقة. تشييع مهيب للرئيس الجزائري الأسبق بن بلة وسط استحضار لتاريخه ومواقفه الوطنية والعروبية. والسوريون يرسمون لوحة مجتمعية لونتها الطبيعة بأجواء نيسان. وإرهابيان يقران بمشاركتهما في اغتيال ساريا حسون والدكتور محمد العمر وجرائم أخرى. أجواء يوم الجمعة تعكس طابعها وحضورها لدى السوريين في مختلف أماكن التنزه. في مشهد يعكس أجواء المتعة والنزهة، السوريون اعتادوا أيام الصيف والربيع أن يخرجوا إلى المتنزهات والأماكن العامة، خاصة يوم الجمعة، حيث المروج الخضراء بعيدا عن زحمة العمل بقية الأيام. أنا مغترب، أنا جاي من بريطانيا، واليوم الجمعة وجاي مع الأهل مثل العادة. هلأ نحن هون بالربوة، أول الربوة، يعني الحمد لله الجو حلو والعالم كلها طالعة. يعني يوم الجمعة هو بالنسبة لنا هو عطلة الأسبوع وعطلة العيلة، يعني واجتماع العيلة مع بعضها. نحن متعودين الجمعة بالشام دائما بنطلع سيرانات نهار الجمعة، وهاليوم الجمعة طالعين سيران. أنا جاي من التل، بيتي ساكن بالتل بحرنة الشرقية، جاي على طريق المطار لهون. نحب يوم الجمعة مشان السيرين، ونطلع مزارع، ونطلع لوين ما يعني على طريق المطار، ونقعد وين ما بدنا. يوم الجمعة دائما موجود بالمجتمع السوري بشكل أساسي، يعني أنت بتعرف إنه كل العائلات دائما بتحب تطلع بهذا اليوم. الربوع المعشبة وأماكن النزهة الشعبية تكتظ بالمواطنين الذين قصدوها من مختلف المناطق، ولسان حالهم ينتظر يوم العطلة. أجواء حلوة وجو حلو، والناس طلعت تقضي يوم عطلة حلو. الجمعة بيلتقوا الأحباب والأصدقاء والأهل، حلوة نهار الجمعة له قيمته. يعني بتمنى بشايف يعني كلياتنا هيك قاعدين مبسوطين، جو حلو كتير. هاي شغلات كتير من زمان، من أجدادنا وأهلنا كانوا يطلعوا كل يوم جمعة. بنستنى يوم الجمعة استني لنطلع نتنزه ننبسط، نستنى نطلع هالأولاد تعرف بيفرحوا بهاليوم. ربيع السوريين يخيم بالخير والعطاء لما يتركه من آثار جميلة ومحببة تترسخ في نفوسهم وتبقى في ذاكرتهم. في أماكن دمشق المتعددة التي يقصدها الكثيرون للتنزه تتناثر أزاهير الفرح بينهم لقضاء أوقات جميلة. أنس طبل لإخبار التلفزيون، طريق المطار. أهالي حلب يمارسون الطقوس وأجواء السيران مع الأهل والأقارب.
يوم ليس ككل الأيام في فصل هو ليس ككل الفصول، فصل الربيع بدفء شمسه وبجمال طبيعته. لنجد مدينة حلب قد ازدادت طبيعتها جمالا بجمال أهلها المجتمعين على المحبة والألفة والمودة. والله من قضية يعني شفنا الجو كويس وجينا لهون يعني شيء نستمتع بهاليوم يعني ونشوف هالوجه النيرة يعني. معك الأولاد؟ ايه معي الأولاد ايه. بتفضل هيك يوم الجمعه بالذات؟ والله اغلب الجمعه يعني اغلب الجمعه بنطلع هيك يعني. نحن بهاليوم بالذات نحن بنريد نطلع، شاءوا ام ابوا بدنا نطلع. نحن جماعه يعني رايدين ننبسط، رايدين نخلص من هالقصه كلها خير. عم اقضي انا والعيال وبناتي، طالع بناتي في طالع، والحمد لله لقاء عظيم يعني، وجو جو حلو كثير. طلعت انا والوالده واخوي وعائلته كمان، كان اليوم كثير حلو الحمد لله، والجو تمام وامان واستقرار. ضبينا بعض أكلاتنا هيك واخدنا هالولاد وجينا هون نتنزه الحمد لله، يعني الوضع كله تمام. قلنا زمان اشتقنا لهالأيام الحلوة وهالعادات الحلوة. تعرفت على رفقات الجداد وعم بلعب معهم بتسلى وبلعب بالطابة وبسطنا كتير. فؤاد أزمرلي، التلفزيون العربي السوري من المحلق الغربي حلب. بعد إرهاب عانوا منه لأشهر، عاد أهالي محافظة حمص لممارسة حياتهم الطبيعية يوم الجمعة معلنين انتصارهم بالحياة. واليوم الجمعة هو يوم الجمعة الحزينة لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي. في أجواء الاستقرار والطمأنينة التي تسود أحياء حمص، عاد أهالي مدينة ابن الوليد ليمارسوا حياتهم الطبيعية، خاصة يوم الجمعة. فها هي الصورة تتكلم، الشوارع ممتلئة بالمارة والمتسوقين، والأطفال في المتنزهات، والعائلات خرجت لزيارة الأقارب. الحمد لله أمور كله تمام، ما في شيء منه. كنا هنا عند قرايبنا بالغوطة. يوم الجمعة نعمل مشوار الحمد لله هدوء، وإن شاء الله يا رب هيك نتأمل إنه يتم هيك. الحمد لله يعني صرنا قدر انه يوم جمعة وهيك طلعنا نجيب اغراض وقدرنا نجيبنا كم غراض ونروح على الانشاءات ونتسوق وهيك، يعني الاجواء عادية تمام هادية. والله طالع على المزرعة على طريق مصياف، طالعين زيارة لعند حماتي لعند بيت حماية. الامور نحو التهدئة ان شاء الله، واتمنى انه الوضع يستقر. الجو كثير هادي الحمد لله رب العالمين، رايحين نشق على الاهل نطمن عليهم. وكما الجمعة الحزينة التي كانت الأصعب والأكثر ألماً في حياة السيد المسيح رسول المحبة والسلام وقام منها منتصراً، استطاع أهل مدينة حمص أن يقوموا منتصرين على الإرهاب الذي عانوا منه أشهراً عديدة. بهذا اليوم قد يصح القول أن نتوجه إلى سوريا الحبيبة بأنها ليست أفضل من إلهنا وحبيبنا الرب يسوع المسيح، وهو أيضا ذاق هذه الآلام والعذابات، لكن نسأل أن يعطيها قيامة مجيدة. نرفع الأدعية والصلوات له تعالى أن يبارك الجميع، أن يجعل سلامه في قلوب الناس، أن يجعل سلامه في كل أقطار المسكونة قاطبة، لتحل كلمة الله في قلوب جميع سامعيها، معيدين على جميع أبناء بلدنا العزيز سوريا، متمنين لهم عيدا مجيدا. في بقلبنا غصة، هالغصة فيها ألم، فيها وجع شهدائنا اللي راحوا، منقول ألف رحمة لروحهم. أطلب من الله أن يعيد علينا هذه الأعياد بالفرح والمحبة والاطمئنان. إن شاء الله قيام السيد المسيح هي تكون قيامة لسوريا من جديد، وعم السلام والخير والمحبة على سوريا وعلى بلدنا. مع قدوم فصل الربيع وتفتح شقائق النعمان في محافظة حمص، بدأ أهلها حياة جديدة معلنين بالفم الملآن لا حياة للإرهاب بيننا. السوريون تعودوا على التنزه في فصل الربيع، فهم ينتظرون حلول يوم العطلة لممارسة طقوسهم المختلفة في التنزه. اليوم المشمس الربيعي يدفع الناس إلى أعداد ما اتفقوا عليه مع الأهل من لوازم السيران وتحديد ساعة الانطلاق إلى الطبيعة ومصايفها.
اليوم احنا طلعنا من الصبح من البارحه من هي وكل جمعه احنا نطلع الحمد لله نطلع نطالع الاولاد على الربيع يتفرجوا وينبسطوا والبلد الحمد لله بخير جاي نغير جو ونبسط احنا وخواتي وبنات عمي هربانين من ضغط المدرسه والشغل جاي نشم قاس متي نشم هواء نظيف من الجو الشتاء والثلج والبرد ما صدقنا على الله هيك جا جو حلو وطلعنا فجبت الاولاد ومرتي واهلي وجبنا غدانا ومن الصبح اتفقنا احنا وقرايبنا انه نطلع اليوم الجمعه اليوم الجمعه العظيمه على تل ورديات ونزور الدير ونشعل الشموع ونفرح شوي نعمل سيران تعود الناس على تمضية عطلة نهاية الأسبوع مع الأهل والأقارب في أحد المتنزهات مصطحبين معهم طعامهم المعد في المنزل أو يقومون بإعداده في السيران طلعين هالعيال وجايين ننبسط نحن وياهم وقت عطلي وقت جو ربيع جو كثير حلو يعني شغلي حلو كثير ومن وقت ما جاء ربيع نحن كل عطلي عم نجي لهون نتسلى بس يكون في عشقة يصير الجو أحلى الأولاد تلعب مع بعضها والناس تنبسط اتفقنا بيت أهلي وبيت حماي نطلع رحلة ونزهة ومنه يكون جمعة عظيمة نحتفل مع أخواننا المسيحيين هاي الجو حلو نطلع نشوف الربيع الأزهار تتفتح بنيسان نشوف العالم طلعين نتفسح نفضي عن فكرنا نحن وبيت أختي وقرايبنا وأصدقائنا لمة حلوة في وقتنا الحاضر انتشرت المتنزهات والمطاعم الشعبية بشكل كبير فسهلت المهمة وشجعت على الاستمرار في هذه العادة عن الآباء والأجداد